في واقع مشحون بالأزمات والمتغيرات والفتن، تكون حاجة الآباء ماسة إلى تقديم القدوات الصالحة لأبنائهم، تضيء لهم الطريق وترسم لهم أهدافاً وغايات نبيلة، وتقدم النموذج الواقعي العملي. وأفضل القدوات هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدي المستقيم. وكما أن حبهم دين والتشبه بهم سنة، فتربية الأبناء على محبتهم وتوقيرهم والاقتداء بهم منهج إسلامي تتوارثه الأمة جيلا عن جيل. قال مالك بن أنس رحمه الله: كان صالح السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. والتربية على هذه المحبة يمكن أن تظهر ملامحها من خلال تسمية الأولاد بأسمائهم، والتشجيع على حفظ أسمائهم وألقابهم، إظهار الوالدين التعظيم والتوقير عند ذكرهم، والترضي عليهم، تكرار الحديث عن فضائلهم ومناقبهم، وبيان منازلهم ودرجاتهم كالخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وغيرهم، سرد قصصهم بأسلوب سهل وشيق، والوقوف على العبر والدروس المستفادة منها، إقامة مسابقات تدور أسئلتها حول أسمائهم وفضائلهم وفتوحاتهم والواجب تجاههم، مع تقديم الجوائز والهدايا التحفيزية، التشنيع على من يسبهم أو ينتقص من أقدارهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.